غيب الموت في الساعات الماضية الفنانة والمطربة المصرية الشهيرة سماح الأسكندرانية صاحبة الأغنية الشهيرة اقروا الفتحة لأبو العباس، وشيعت جنازتها بعد صلاة ظهر اليوم ودفنت في مقابر أسرتها بالأسكندرية في هدوء تام ودون أي ضجيج إعلامي. وكشفت سماح محمود عطية ابنة شقيقة الفنانة الراحلة لوسائل إعلام مصرية أن المطربة الراحلة كانت تعاني من المرض في الفترة الماضية وتوفيت صباح اليوم بعد دخولها إلى العناية المركزة. المطربة سماح الأسكندرانية اسمها بالكامل سماح محمود عبد الحميد، وهي من مواليد عام 1945 بمدينة الأسكندرية، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية الشهيرة من بينها مسلسل عادات وتقاليد وفيلم ضحية حب وغيرها من الأعمال الشهيرة، كما قامت بغناء مقدمات بعض المسلسلات الإذاعية ومنها مسلسل عبد وزغلولة، وكانت متزوجة من الملحن زاهر عبد الحميد ولديها منه ابنة وحيدة. ومن أشهر أغاني الفنانة الراحلة اقروا الفتحة لأبو العباس يا اسكندرية يا أجدع ناس، كما لحن لها أيضا الموسيقار الكبير بليغ حمدي أغنية مثيلي على القمر يا ليلي، وهي من كلمات الشاعر محمد حمزة. وكانت الفنانة الراحلة تتميز بصوت قوي ومميز، وشاركت مؤخرا في حفل تكريم فناني الأسكندرية في عام 2011، وكان آخر ظهور لها على المسرح، وغنت وقتها عدد كبير من أشهر أغانيها. واليوم توفيت الفنانة القديرة في مسقط رأسها بعد دخولها العناية المركزة وتدهور حالتها الصحية. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وكل محبيها الصبر والسلوان.